هناك حقوق مترتبه على الزوجين قبل الزواج؟ يعني في امور لازم يعملوها الزوجين في عقد الزواج، او في امور المفروض يعملوها قبل عقد الزواج مثلا؟ لا، هو الامور التي يجب ان تكون مبدا الوضوح بين الزوجين. نعم، بالزبط. سواء في شروط الزواج، في الحياه بعد الزواج، في الامور حتى تستقر الحياه، وحتى يعني يعرف كل من الزوجين يعني رغبه الطرف الاخر، وهل يستطيع ان يتعايش مع هذا الطرف او لا. لانها حياه مستمره، ليست مؤقته في فتره معينه. فهذا من الامور المهمه جدا في بدايه الامر. ولذلك يعني يفضل ان يعني يعرف المهر واليه الزواج ومكان السكن والشروط التي بعد الزواج، التي يعني قد تكون محل اتفاق او خلاف بينهم، حتى تستقر الامور وتستقر الحياه بين الزوجين. اذا نتوقع دكتور انه يفضل الفتره البدايه اللي بيبنوا فيها حياتهم في بدايه الامر قبل المرحله هذه يكون في اتفاق واضح بين الطرفين، زي ما ذكرت هي مساله الوضوح بين الطرفين على مساله انا حياتي كيف ابغاها تكون يعني. ف وما يتم الاتفاق عليه بعضهم حيحتاج انه يوثقوا في عقد الزواج او يذكروا في عقد الزواج. صحيح. بعض الناس بيذكر بيقول لك مثلا من الـ من الـ من الـ مما يذكر في عقد الزواج، مثلا يقول لك مسكن شرعي، او انها تسافر، او انها مثلا وظيفتها، الوظيفه او التعليم، دراستها ونحوها. صحيح. هل هناك مثلا اشياء اخرى غريبه ممكن تكون في عقد الزواج؟ قصدك نرجع لمساله الشروط. ايوه، هو حقيقه نسمع في المجتمع احيانا بعض الاشياء يعني الملفت الانتباه، او ملفت او خارج المالوف ان صح التعبير. لكن في الشريعه الاسلاميه يعني مثلا في جزئيه المهر، الله عز وجل يقول: او اتيتم احداهن قنطارا. القنطار هو المال الكثير الذي لا حصر له، يعني حتى لو يعطي الرجل زوجته الملايين، فهذا طالما اتفقوا عليه فهذا حق. لكن نرجع ونقول ان الشريعه الاسلاميه تحث على تخفيف المهور يعني في المقابل. فالمساله التوافق والرضا بين الزوجين يعني متروك لهما، مفتوح على مصراعيه فيما لا يخالف الشريعه الاسلاميه، سواء من مال او شروط او ظروف او نحو ذلك. من الامور التي يعني الشروط في النكاح او شروط النكاح اصلا في الشريعه الاسلاميه، شرط الكفاءه. الكفاءه ان يكون الرجل مكافئ للمراه، وتكون المراه مكافئه له اجتماعيا وفي النسب والحسب وفي يعني حتى في المساله الماليه. في فيجب ان يكون صحيح، صعب ان يجد مناسب له في كل شيء بالضبط. صحيح. وليس هذا هو المقصود. سدد وقارب، لكن المقصود ان يستطيع ان يتعايش مع الطرف الاخر في ظل هذه الظروف.